تراهن على مين يا كابتن ماهر في الفترة اللي جاية؟ أنا براهن على الدكة اللي موجودة صراحة، يعني كلها عناصر مؤثرة غير الست اللعيبة اللي موجودين مع منتخبنا الأولمبي. يعني النهاردة عندك علي لطفي بقى بياخد ثقة من مباراة لمباراة. أنا شايف محمود وحيد يعني إشراكه في آخر ربع ساعة ساعة بدأ نحس بيه من ناحية اندفاعاته الهجومية، من ناحية كروساته العرضية، من ناحية الجبهة اللي بينه وبين معلول. نتمنى عودة حميدة لمحمود متولي إذا كان في خط الظهر أو في نص الملعب من ناحية الهاف الديفندر. رامي ربيعة طبعا، رامي برضك من اللعيبة بمناسبة ربيعة. الماتش اللي جاي أكرم وهاني غايبين، أكرم في طوكيو وهاني ثلاث إنذارات، من وجهة نظرك مين أفضل في الحتة دي؟ يعني أنا عايز أقول لك إن رامي ربيع اتجرب في مباراة قبل كده قبل نهائي أفريقيا، لكن أنا عايز أقول لك إحنا كمدافعين السنتباكات بالذات بيبقى عندهم الرشاقة والمرونة بتبقى أقل لأن عنصر الطول واخد بالك والقوة. المكان ده عايز حاجة خفيفة يعني. أنا شايف إن حسين الشحات لعب في المكان ده مع المقصة فترات طويلة جدا. فحسين لو مش وحش يعني، حسين لو بدأ في المكان ده عنده من الملكة دفاعيا بيقدر يستحوذ بشكل كبير. هجوميا كمان حسين ده مكانه في الحتة الأدمانية دي، لما بيطلع بيقدر يروح يعمل أوفر، يقدر يعمل وان تو، يقدر يعمل كروس عرضي. فأنا شايف إن حسين الشحات ممكن يبدأ من بداية المباراة، ترجع حسين ورا وتنزل بمين قدام بالظبط. يعني أنا شايف ممكن حسين ياخد المكان دوت، وزي ما مستر موسيماني عمل يعني انت عندك الاجنحه دي ممكن ياخد كهربا تاني، ممكن ياخد يانج تاني من البدايه. يعني اذا كان الحته بتاعت بواليا مثلا كراس حربه مروان بدا الماتش اللي فات، انا شايف برضك الاصابات اللي حصلت طبعا بالنسبه لمروان انا بحييه طبعا، لان مروان من اللعيبه اللي عندها شخصيه تحمل بشكل كبير جدا الاصابات اللي حصلت في المباراه وقدر انه يكمل المباراه، دي حاجه بتحسب له. فانا عايز اقول لك ان احنا عندنا جواكر يا احمد بشكل كبير جدا لمستر موسيماني. رايك في كهربا الفتره الاخيره؟ يعني كهربا والشحات رايك فيهم ايه في الفتره الاخيره؟ الشحات بيرجع، يعني احنا بنحس بالشحات في بصراحه عودته مره تانية. يمكن حته الراحه يعني زودته شويه نوع من التركيز، نوع من الاهتمام. النهارده بقى على الجول، شفنا الجول الثاني بشكل جميل بصراحه، قدر يوقف عليها قبل ما نلعب دوري بنهائي دوري الابطال. الحقيقه برضو كان مؤثر جدا مع الاهلي في كل الماتشات اللي لعبها في الدوري المحلي. كهربا كان فايق يعني بلغه الكوره، كهربا عايز يهدى بس شويه. كهربا لعيب كبير، لعيب محوري، لعيب مهاري، لعيب بيجي من تحت، واحد بيقدر يفوت، بيقدر يلعب لك جناح، بيقدر يلعب لك 10. كهربا شايفه متسرع، انا شايفه متسرع بالظبط كده بلغه الكوره، مستعجل يعني الحاجات اللي عايز اللي بيجيبها جوال يعني يعني ما بيوفقش فيها. فعايز اقول لكهربا جايه صبرا بس، لكن كهربا من اللعيبه اللي بيقدر يفيد الحته القدامية بشكل كبير. يعني ماتش اسوان صعب من وجهه نظرك؟ كل الماتشات يا احمد صعبه، كل الماتشات صعبه بقى. خلاص عن مين في بالظبط؟ لا خلاص انتهت القصه، قصتنا بقى دلوقتي. لا واسوان وموقفه 25 بونت وقريب قوي من الاثنين الموجودين وادي دجله، وبعدين الانتاج اسوان 25 بونت، فطبعا موقفه صعب. يمكن البنك بيهرب شويه، يعني البنك يمكن ماتشين فرقوا معاه، التعادل اللي حصل مع النادي الاهلي والتعادل اللي حصل مع بيراميدز يمكن فرقوا معاه 27 بونت بعدوه شويه. فالنهارده اسوان طبعا حاطط في الاعتبار انه بيقابل نادي القرن، بيقابل اكبر فرقه في افريقيا، بيقابل بطل الدوري، عارف النادي الاهلي مفاتيحه، عارف النادي الاهلي بخبرات لعيبته. اكيد مليون في الميه هيبقى عنده حرص بشكل كبير جدا ان هو ينزل نص ملعبه وهو بيفقد الكوره في ال 30 يارده ويحاول يقفل مفاتيح اللعب على النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك ان مستر موسيماني بيستفاد من مباراه لمباراه اخرى. فالنهارده احنا التملي بنقول محتاجين جول في الاول نفتح بيه، وبعدين نعززه بجول تاني. الجيم بيفتح معاك يا احمد بشكل كبير.